شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقيه التعاون بين الشركه المصريه للاتصالات والمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه، وذلك بشان اجراء عمليه استبدال الاجزاء الخارجيه لقوقعه الاذن الالكترونيه والتي تستهدف الاطفال والفئات من غير قادرين من اجل تمكينهم من الانخراط في المجتمع. تاتي هذه الاتفاقيه في اطار الدوره الذي تقوم به وزاره الاتصالات والشركه المصريه للاتصالات التي تُعدّ المشغل الوطني للاتصالات بالدولة، بفضل ما تمتلكه من قاعدة عريضة من جمهور العملاء، وفي ضوء اهتمامها بواقع المجتمع المصري